وكعادة كل حلقة ده وقت الترشيحات للعيبة تكون في فريقك للجولة 31. أول مباراة في الجولة 31 هتكون ما بين إنبي وطلائع الجيش. إنبي عايز يحافظ على مركزه فما أعتقدش إنه هيلجأ للهجوم قدام طلائع الجيش. فللمدربين اللي عندهم إيبوكا أو مصطفى شلبي يستحسن إنك تخليهم دكة. أما بالنسبة للطلائع فأداء طارق العشري الدفاعي المبالغ فيه ما يشجعكش إنك تاخد حد من الفريق. وانا توقعي ان الماتش ده هيخلص 0-0. اما في مباراة المصري والاسماعيلي فخسارة المصري قدام الاهلي هتخلي العميد الفوز بالنسبة له امر ما فيهوش اي تهاون، وعشان كده ارشح لك من المصري الياس الجلاسي، لعيب لمسته مختلفة في الكورة وممكن بكرة واحدة يشكل لك خطورة ويصنع هدف او ممكن كمان يسجل. مباراة استرن والاهلي، استرن بيصارع للهروب من الهبوط وفي المقابل الاهلي بينافس على المركز الثاني، وبالتأكيد الأفضلية في اختيارك هتكون رايحة للاعيبة الأهلي لأن الأهلي لاعبته هتلعب دبل الأسبوع ده. عندك في خط الدفاع من الأهلي محمد أشرف بما إن علي معلول مش هيلعب. محمد أشرف لسه متصعد وأداؤه الهجومي جيد جدا وممكن يعمل أسيست لو بدأ، وبما إن سواريش بيشرك بيرسي تاو بشكل أساسي في مبارياته مع الأهلي الفترة الأخيرة فممكن يكون خيار كويس، بس لو عايز لعيب رخيص قدامك أحمد السيد غريب مهاجم الأهلي الناشئ، برضه مهاجم ظهر بشكل كويس قدام الاتحاد السكندري وممكن يبدأ بشكل أساسي قدام إستر. من ماتش مصر المقاصة والمقاولين مش هقول كلام كتير، ما تختارش حد من الفريقين. اما بالنسبة لمباراة فاركو والزمالك فانا مستعد ابصم لكم ان كلنا عندنا احمد السيد زيزو في تشكيلاتنا ومكابتنينه كمان، فسيبوه هو على وضعه. عندك في خط الهجوم من الزمالك سيف الجزيري لازم يكون في تشكيلتك. اما بالنسبة لخط الدفاع فعندك احمد فتوح، وفي خيار تاني عندك ان امام عاشور يكون عندك في خط النص، عامل اداء استثنائي الموسم ده. مباراة بيراميدز وسموحة بعد عودة عبدالله سعيد ورمضان صبحي بعد الإيقاف بسبب الإنذارات، اللاعبين لازم يكونوا في تشكيلتك في الجولة 31. مباراة فيوتشر وسيراميكا فأنا ميال أكتر للاعيبة فيوتشر. عندك في خط الوسط أحمد رفعت أو أيمن الصفاقسي، وفي خط الهجوم المهاجم الخطير جدا أحمد عاطف. أما بالنسبة لمباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي فأنا هراهن على لعيبة البنك، خاصة إن أدائهم ثابت الفترة الأخيرة على عكس لعيبة الاتحاد اللي أدائهم في هبوط الفترة اللي فاتت. هيكون في تشكيلتي ناصر منسي في خط الهجوم وفي خط الوسط محمد هلال. اخر مباراة في الجولة 31 هتكون مباراة مؤجلة ما بين الاهلي والاسماعيلي، ودي مباراة الفرصة الاخيرة بالنسبة للاهلي علشان يتساوى في نفس عدد النقاط مع بيراميدز في المركز الثاني. بالتأكيد الحافز دوت هيدي افضلية شوية للعيبة الاهلي، وكده كده في بداية الترشيحات انا كنت مختار لكم 3 لعيبة من الاهلي.